نيابه عن نفسي واصلت عن قاطني دازو عن قاضي. ارحب بالساده الحضور. ما يخفش عليكم احنا في اطار نظام برنامج كابديل استفادت الدائره بعده مشاريع، كان نداء اول ونداء التالي، وحنا في البرنامج كذا كابديل في اطار تصور جديد وهي السياحه الجبليه والرياضه الجبليه. نحن في ورشه لصياغه تصورات جديده لدعم سكان الدائره في مجال التنميه السياحيه الجبليه والرياضيه. وبالتالي احنا في خدم مع نظام هو كابدال اعداد اسس وتصور لاحداث وتنميه السياحه الجبليه والرياضيه من خلال ورشه عمل تضم عده فاعلين اقتصاديين ومستثمرين وجمعيات من اجل احداث قفزه نوعيه وتصور لجعل قطب السياحي بامتياز. تهدف هذه المبادرة إلى إضفاء الصيغة الرسمية على المبادرة اللي كنا خرجناها بشكل فعلي، وخرجنا محور في إطار الخط المالي الدولي، خرجنا محور استراتيجي ومحور السياحة. هي على كل حال عندنا مدة ما تلقيناش، تدي مدة الفرصة باش نتلاقاو باش نمشيو في الإطار هذا. وبرنامج كابدال مؤخرا كنا نطلق ولا الميدان. ثم في المرحله الاولى من البرنامج حددتوا هذه السياحه الجبليه والسياحه الرياضيه شقين هذو كميدان نبنيو عليه. هذه هي واش انا كي ديت المعلم تاعي قالوا لي ها الاخوه خدموا مباراه كي معكم دولتنا، قالت لي ودي هاو في بلاد الناس قالت هاو واش نقدروا من بين قطاعات اخرى اللي راح نهتموا بها فيما يليق. احنا اليوم اذا بهدف تصيركم وراح تخدموا مع بعض في افواج ونصيغوا ان شاء الله هذا التصور كيفاش نشوفوا ولاد بنات القادر في المستقبل في هذا الميدان، نصيغوها كما درتوها في المخطط البلدي للتنميه هذه السياره، نعاودوا نصيغوها فيما يخص المبادره الاقتصاديه المحليه، ومن بعد نجوزوا للجانب العملي انه محور التنميه الاقتصاديه في على مستوى بلديه ولاد بن عبد القادر مهم جدا في هذا البرنامج، باعتبار انه الساكنه على المستوى المحلي ينتظرون مشاريع استثماريه، مشاريع تحرك التنميه الاقتصاديه وتعطي حركيه اقتصاديه وتجاريه لهذا الاقليم اللي نوعا ما نقولوا انه فيه روح ولا للمؤسسات تعمل في السياحه والفندقه 20 شاب ولا 50 مراه اي تصور غير راح تصيغه. ونشكر السلطات الاعلاميه على نقلها لبرامج على برامج كابدال وعلى مستوى التنميه على مستوى التنميه المحليه في مجال ترقيه الرياضه الجبليه والسياحيه، وان شاء الله لكم منا جميع الدعم وتسيير امور التنميه المحليه باذن الله. شرب حويل.